صباح الخير، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان بخير. شوفوا، اليوم بارح ديت معايا كتاب ديال الامانه باش نكتب لوراقي، باش اليوم باش نجي شنو نعمل. غنجبدو وغنجبد غير لوراقي وصافي. شوفوا شوف شفتوا شنو عملت؟ شوفوا باش تعرفوا شنو كيقولوا له التنظيم، ياك؟ ايوا، زعما منظمه انا. شوفوا، عجبني الحال بزاف. كل حاجه هادو ديال الناس دا على برا، هما اللي عندهم هاد الصفرة واللي عندهم الحمراء، الناس ديال المغرب. المغرب عندي ثلاثة، وناس على برا عندي خمسة وقيلة ولا سبعة. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. علاش عملت هادشي هذا؟ حيتاش اليوم جبرتو مجا عندي سهام، عرفتو شكون سهام؟ صاحبة القناة سير سعادة، البساطة سير سعادتي، هي مجا عندي باش تشري من عندي جلابة ديال رمضان. عجبوها هذاك الشكيلات اللي مطروزين داك الشيء، وبغات تدي شي جليليبه هيدا. وصافي، هي هذيك في نفس الوقت تصور لي هيدا جليليبات وداك الشيء للناس ديال باش يشوفوا لي جليليبات اللي عندي. ومرحبا بكم، هذا الفيديو هذا يكون تنزل غيكونوا دخلوا عندي ناس من عندها. مرحبا بكم، ونهار كبير هذا اللي دخلتوا عندي، كاملين بكم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، دابا غنجبد جليليبات وغنشوف كيفاش غنعرف جليليبات. ها هي دابا بحال هادي من اسبانيا، هادي عندي اسبانيا. هادي اسبانيا، هادي نخليها هنايا، هي الاخرى. غنبدا من هادو ديال فرنسا. ديال فرنسا كيفاش غنعمل باش نعرف باللي هذا كتبتهم في الكتاب؟ عندي الكتاب فيه كتبت فيه كل شيء، الاسماء وكل شيء البارح. دابا غنبدا نشوف وشنو شمن اسم كتبت في الكتاب. كنكتب الاسم ديال الواتساب، فهمتوا؟ الاسم ديال الواتساب باش نشوف الاسم اللي هنايا، ونجبد البياسه صافي. وانتم معايا على بيد من تجي. انا جيت بكري قبل ما تجي عندي. هي هذيك على بيد. كيفتينا؟ لاباس. كيفتينا؟ لاباس بخير. صحه لاباس؟ شي مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ شفتك كتصور قلت نخليك حتى تصور. والله الا انا جالسه كنصور. هذا هي هذه، كيف عامله؟ كلشي مزيان؟ لاباس. انا صراحه الحمد لله، ربي يخليك. مرحبا بك. الحمد لله، ربي يخليك. كلشي مزيان؟ الحمد لله. البارحه كنت كتفرج فيك داك الفيديو واعر. والله العظيم متتبعه. ربي يخليك، انا متتبعه ديالك. الهلا يحشمنا. الهلا يخليك. مرحبا بك، مرحبا بك. هي معكم سهام. السلام عليكم. كنتم لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال الاخت انيسه. هذه هي القاعده. هذه الكلمه ديالي، هذه الجمله ديالي. مرحبا. هديتي على المحل مرتين، ماشي برانيه بحال هما. كنقول لهم شوفوا، اذا شفتوا شي روينه راه ماشي برانيه. لا لا، الحمد لله والشكر لله. لا لا، خاطيك جيت نشوف الجلابه ان شاء الله يا ربي رمضان، حيت انا عارفه الجلبه ديالك كيعجبوني بزاف. ربي يخليك. مرحبا بك. مرحبا. دابا رمضان كنبغيو هكذا جلالب اللي نخرجوا بهم. ايوا لا، غادي يخليو لنا الجوامع، غادي يصلي ان شاء الله. والله واحد الاحساس واعر. والله العظيم بزاف بزاف. داكشي احساس مزيون بزاف. اذا وقيله خصك شي حاجه ديال الطرز ولا التبان. شوف، انا مكرهتش شي حاجه تكون فيها شويه الطرز، ولكن تكون خفيفه شويش. شي حاجه هيدا خفيفه وظريفه. شي حاجه اللي تكون خفيفه، ما تكونش متاقله، حتى خصني مع سبردينا ديال فهمتك. بالغينا هكذا يعني مسخرات. ايوا واش تحتاج دائما؟ تي صافي. مرحبا بك، اجي تشوف. انا غادي نشوف هي هذيك. مرحبا بك، مشيو معانا. مشيو معانا باش تشوفوا تختار جليلي باهي لها معايا. نتوما باش يبرالي. شفتي هذا الموديل هذا ديال الكتيفات كيف جاك؟ هذا مزيان صراحه، مع هذا الطريزه هذه بزاف مزيان. وكاينين حتى هادو اللي باللوينات. هذيك حلا، عجبتني الصراحة هادي. هاديك مزيونة الصراحة. قيسة، حيت انا عارفة كيعجبني كحل. مرة انتي لحالي. مرة اخرى جيت ديت كحل، وهاد المرة عاود نشوف لك كحل وقيلة. وفي راسك الجلابة ديالك هاد المرة اخرى اللي ديتيها كلشي كيطلبها. شفتي سبحان الله. وخدمت حتى هاد العام لكن تالات ما بقاتش عندي. تبارك الله، غزالة غزالة كتحمق ديك الجليبة. شوف هادي، ربي يخليك. نعمل هادي هنايا قيسة، ونزيد نشوف على الله نجبر شي حاجة اخرى. شفتوا الجليليبه اللي اخترت؟ وزعما شنقول لك دابا، واخا تجبد لي جبتي واقيله هادي واعره هكا. لحقيني لوينات اخرين. قلت لك خصني شي حاجه منبته. اها، غير شي حاجه خفيفه. انت عارفه ان اليوميات العاديه. فهمتك. شو كاينه هاد الطريزه هادي؟ نوري لك هاد الموديل. هذا مزيونه. انا نشوفو هاديك. هاد الموديل كيجي مزيون. حنا نجمعو هنايا ونقيسو.
شفت هذيك القرونه اش مني هذيك القرونه اللي عند الفتيحات. اها انا غادي نقيس هذو الثلاثه اها وتشوف شنو اللي غايجي شنو اللي غادي يوالم. صافي انيسه صافي واخا صافي. ودابا من بعد ما مشات سهام جبرتوني صافي غنكمل على الخدمه ديالي وغنكمل على لومبالاج ديال البياسات. هنايا جيت للكتاب ديالي اللي كنقيد فيه كل اسم ديال اي وحده بالنمره ديال التليفون ديالها بكلشي باش حتى اذا تلفت لي شي رقم ولا شي حاجه ولا وقع الله يحفظ لشي حاجه للتليفون قبل اي حاجه كتكون عندي النمره مسجله في الكتاب. بهذه الطريقه هذه كنمشي منظمه في الشغل ديالي وكنقدر انني نوفق. انتم عارفين هذه الخدمه هذه راه شويش كتكون صعيبه يعني باش تقدر تعقل على ناس كاملين وداكشي على داكشي. وصافي دابا جبرتوني كنتاكد من البياسات اللي عندي حيتاش انا غير كتضموندي شي وحده شي بياسه ولا شي حاجه كنلويها وكنعملها في بلاستيكه ديال الامانه. بهذه الطريقه كريمه اللي معايا في المحل صاحبتي مين كتشوف شي جليليبه مثلا هكذا مجموعه ولا شي حاجه في بلاستيكه كتعرفها بلي هي مبيعه حيتاش كنخاف ننزلها غير في بلاكاره ولا شي حاجه وتزق تمشي تتباع بحكم انني انا دائما كتكون عندي السلعه مخبعه يعني من غير السلعه هذه اللي معلقه في المحل عندي سلعه اخرى. على داكشي كنعمل هذا الاحتياط هذا. وهنا جبرتوني كنجمع بياسات ديال الجمله ديال الناس حيت انا اذا ما كنتوش عارفين راه كنبيع حتى بالجمله يعني ما كنبيعش غير بالبياسه كنبيع حتى بالجمله بالنسبه للناس اللي باغيين يعاودوا البيعه ولا شي حاجه. لكن ان شاء الله في شهر رمضان غنوقف الجمله وغنبدا نبيع غير بياسه وصافي يعني ابتداء من نهار الاثنين صافي غنوقف الجمله تمر العيد ان شاء الله عاد ديك الساعه نرجع نبيع الجمله. اما دابا حاليا صافي ديك الساعه نبقى نتكفى غير مع الناس هيدا وصافي. وهنايا اليوم جيت عند هاد مول الجوهر هذا اللي كاين في ايبيريا وسبق لي شاركت معكم الرقم ديالو. عنده بزاف ديال الجوهر اي حاجه بغيتو عرفتو بحال اللي نتوما في مرجان ولا في كارفور ولا في شي موطع بحال هيدا يعني كتجبروا اي حجر شنو ما قال لكم العقل ديالكم. وعاد واحد الحاجه اخرى اللي مزيونه هو انكم اذا مشيتو شريتو شي نوع ديال الحجر هكذا وبغيتو مثلا ما تيقتوش خفتو انه يكون كيتقشر ولا شي حاجه كيجربو تما عنده في المختبر وكيجربو على البوطه على اي حاجه بغيتوها باش كتكونوا متاكدين بانكم ديتو واحد الحاجه اللي هي مزيانه واحد الحاجه اللي ما تقشر لكم ما حتى شي حاجه. هنايا جبرتوني بغيت نشري الاحجار ديال الام جي بي. تخيلوا شحال شريت اليوم شريت 1800 درهم في 1000 درهم يعني 2800 درهم ديال الحجيرات اللي شريت. علاش شريتهم؟ باش ما نبقاش نضيع وقتي نمشي واجي نمشي واجي. شريت مره واحده وتاخرت مره واحده وفي نفس الوقت ملي كتشري بالكثره كيعمل لك الثمن ديال الجمله وكيطيح عليك ارخص وارخص. هنايا كنشري الام جي بي اللوينات اللي عاجبيني كاملين كنشريهم. وبالنسبه للذهبي حتى هو كندي منه كميه كبيره غندي منه باكيه ديال كيلو. علاش؟ احتياط حيت نتوما عارفين ملي كيدخلوا العواشر كيبقاو ينقص الجوهر ولا كيتقطع حيتاش كيكون البيع منه بزاف على داكشي. لذلك نصيحه ديالي اللي بغات تشري الحجر تمشي تشري في هذا الوقت هذا. علاش؟ باش تجبروا احتياط باش ما تتحشمشي مع الكليان اولا شي حاجه. وعليها جبرتوني انا دابا جيت باش نشري ماشي غير انا الصراحه حتى سعاد حتى هي معايا كتشري الحجر لكن حيتاش هي كتصور لي الكواليس على داكشي بقات تبعاني بالتليفون كتصور لي وانا من هنا لهنا دوخت مسكينه هنايا في هذا النهار هذا. ايوا صافي جبرتوني كنختار اي لون عجبني واي لون قالوا لي عقلي نشريه كنشريه. ان شاء الله ملي غنمشي للمحل في فيديو اخر غنشارك معكم الطريقه كيفاش غنستف هاد الحجيرات حيت جبرت عنده منظمة ديال الحجر مزيوني بزاف وكنت غنشارك معكم في هذا الفيديو. لكن ملي مشيت للمحل جبرت عاوتاني الكليان معايا والناس جاو مساكن مدن بعادين وكنشكركم بزاف. اي واحد جا عندي لا من السعوديه السيده اللي جات عندي ولا من الجزائر ولا من المغرب يعني مثلا كتجي عندي شي وحده من مراكش ولا من كازا ولا من الرباط والله الا كتفرحوني واحد الفرحه اللي كبيره بزاف بزاف. وبالنسبه لهاد الحجيرات هادو دابا علاش كنشري هاد الكميه؟ باش نخدم بهم جليليبات ديال الطرف. غنعمل لكم شي حاجه اللي مزيونه شي حاجه اللي غتكون متميزه ومختلفه وكنظن غتعجبكم. شي كنظن متاكده غتعجبكم حيتاش دخلت لكم الحجيرات اللي هما كيشعلوا وشي حاجه متميزه.
شفتوا المحل تبارك الله قداش كبير، كبير بزاف، وبقيت هز من هنا وهز من هنايا، ما كنشبعش وما كنخمشي، حتى كنجبر بانني ديت واحد الكميه. وفراسكم واحد الحاجه، شفتوا كنت في شي محل اخر من غير هذا المحل هذا، كنت على الاقل تجيني واحد 5000 درهم ديال الجوهر، لكن في هذا المحل هذا انا قلت لكم يلاه جاتني 2800 درهم ديال الحجر. انا كنشري الام جي بي، كاين ابي وكاين الذهبي المغلوق، يعني كاين بزاف ديال الانواع. هو صافي، وما نسيتش حتى هاد الحجيرات هادو، هما هادو اللي غنعمل لهم في المنظمات اللي قلت لكم جبرتهم عنده، عجبوني قلت ننظمهم معكم وتقدروا حتى نتوما يعجبوكم. واحد الحاجه اللي جبرتها واللي عجبتني بزاف هي هاد الموزونه هذه، شوفوا لي كيفاش هي مزيونه وكتشعلوا فيها الالوان خطيرين، عرفتوا لون كيحان تاخر، فيها الاورنج فيها الصفر فيها الموف. انا ديت الاورنج، الاورنج حيت نتوما عارفين ملي كيدخل هيدا في البياسات كيعطي واحد الاناقه واحد الرونق للجلابه، كيطلعها كتحمق مزيونه بزاف بزاف. على داكشي انا شريت الاورنج ديته، وعاد مسكين قال لي ديه جربوا شوفوا كيفاش غيلتق لك هيدا في بياسات، حتى واذا ما عجبكش ولا شي حاجه من بعد ردوا لي ما كاين حتى شي مشكله، حيت هاد الموزونه هذه اللي عجبها باقي ما خرجتش للسوق بالمره. وبالنسبه للناس اللي كيبقاو يسقسيوني على المكان فين جا، جا حدا بإيبيريا بالضبط، جامع ديال إيبيريا هود بحال لي هو ذا العين قطيوط، حدا البنكه ديال بنك الشعبي تما، والنمره ديال التليفون ديالو راه باقي نزلتها معكم. ايوا صافي، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وصافي دابا ما نزيدش ندوخكم معايا، غنمشي بحالي للمحل، وان شاء الله فيديو اخر غنشارك معكم هاد الحاجات اللي شريتهم وكل شيء. وبالنسبه للطفي راه حتى هو كيبيع، المهم كيبيع جميع اللوازم اللي بغيتوه. ومره اخرى من غنعمل لكم فيديو غنزل لكم الرقم ديال التليفون ديالو، وراه انا اصلا نزلت دائما في الفيديوهات كنزلو، ولكن كاين الناس اللي كيعيطوا له كيجيب لهم الله انا على داكشي ما نزلتوش اليوم، قلت حتى الفيديو اخر ونزل لكم.